حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه وعن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله عنهما بنحوه